كيفاش؟ كيفاش؟ سي زكي صباح الخير. صباح الخير. قبل ما ندخلوا في النقاش، واش غادي نديروا الكان ولا غادي نرجعوا بيدينا خاوين منه؟ كان دونك واحد عارف الامكانيات ديالو. نعم. جميع المنتخبات اللي غادي تمام ما غاداش للتوريزم، غادا باش مكلات تلعب الامكانيات تاعها، وتنظن انه المنتخب المغربي منتخب اللي عندهم الامكانيات البشريه باش يمكن يدير كان في المستوى. ملي بداو الاستعدادات ديال في جنوب افريقيا وحنا كنسمعوا هذا مقصح، هذا توعت، هذا سخف، واش امر طبيعي تكون الحاله الجسمانيه ديال اللاعبين في هذا المستوى؟ وتنظن بان الاصابات في جزء من اللعبه، مادام الانسان كيضرب يوميا وكيلعب مباريات حديه وكيوجد، فالاصابات في جزء من اللعبه. وتنظن بان الاطار الوطني هادشي ماشي هادشي غريب عليه، داير مجموعه باش يمكن له تعرف انه يمكن له يتعرض لهادشي هذا، وعنده مجموعه كيما كانت الاصابات او الغيابات عنده باش يمكن له يخرج فريق تنافسي ويمكن له يحقق الاهداف اللي علاش مشاو ليها هما تما. وما غلطش التوصيل ميدا غير لعب واحد في اضافي لواحد؟ ما كانش خص يكون واحد شويه اللاعبين اضافيين باش يعاود؟ وكنظن غلط فينا حنا. نعم. لان المسؤوليه ديال التوصيل. نعم. مش احنا اللي غادي نوريو التوصيل اش غادي يدير، هو اللي كيخصو لنا اش خصو يدير. الحكم هو اللي كيتبع الفريق سواء من الناحيه الفرديه او الجماعيه، سواء هو اللي صار عليه من الناحيه الطبيه مع الطاقم تاعو. لهذا بالنسبه لنا حنا ما يمكننا غير نثقوا في العمل اللي كيتصل، لان هو الناخب ديال المنتخب، هو اللي مسؤول على العمل تاعو، هو اللي مسؤول على الخيارات تاعو، هو اللي مسؤول على تحقيق الاهداف اللي هي مسطره. فاي كلام كيتقال او اتخاذ كيتقال قبل ما تبدا الكره، فتنظن كل هذا كيتسمى تشويش. هذا بالنسبه لي انا اي حاجه كيديرها التوصيل فانا معاه، لانه هو اللي قريب للعمل تاعو وقبل المجموعه تاعو. يمكن لا نقول شي حاجه حتى يثبت العكس. وتنظن بان التوصيل هذا في الاتجاه الصحيح، اول حاجه قام بها هو تاهيلنا الهمه اللي كان حتى واحد منا كيحلم بها. صحيح. سي زكي، شي دعوه اخيره في هذا النهار الجمعه للتوصيل والمنتخب الوطني؟ وكنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، وان شاء الله الرحمن الرحيم حنا مع قلوبنا ومع الدعوه تاعنا باش نقول له يرفع الراي ديال المغرب في امم افريقيا. شكرا استاذ، شكرا، جمعه مباركه. الله يبارك فيك. شكرا. كيفاش؟ كيفاش؟